باسم وقاسم بازون شابان لبنانيان من بلدة حنوي الجنوبية، حازا مكافأة قدرها 60,000 دولار أمريكي من شركة فيسبوك لدورهما في اكتشاف 50 ثغرة أمنية خلال شهر ونصف الشهر ضمن برنامج فيسبوك الجديد لحماية بيانات مستخدميه من التسريب، والذي ضم نحو 80 باحثا مشاركا، كما أدرج اسمهما على لائحة شرف فيسبوك. وروى ابنا الجنوب للجديد تجربتهما. في بداية 2022 فيسبوك أطلقت برنامجها الخاص لحماية تسريب بيانات مستخدميها، ومن خلالها دعت أفضل باحثين الأمنيين لحوالي 80 باحث أمني من مختلف دول العالم، وكنا اللبنانيين الوحيدين اللي مشاركين بهذا البرنامج. من بعد هذا العمل اللي وصفته فيسبوك بالعمل الاستثنائي، تم دعوتنا لمؤتمر باونتي كاون اللي بيعقد سنويا بدولة سنغافورة للمشاركة. طلعنا بال 2015 بهذا مجال أمن المعلومات، وكان عندنا عدة ثغرات أمنية. هالخبرات حابين نترجمها عبر أكاديمية سيمي كولون لنساعد الشباب اللبنانية ويكون منفذ لهم نحو العالمية بمجال أمن المعلومات. ليست المرة الأولى التي تحصد فيها الأدمغة اللبنانية جوائز عالمية ومكافآت، فاللبناني مبدع أينما حل وكفؤ ومتميز في كل المجالات.